موجز أخبار الآن في دقيقة. وفيه إرهابي يرتدي زي الشرطة يفجر نفسه داخل معسكر تدريب تابع للشرطة في العاصمة الصومالية مقديشو وقتل 13 من أفراد الشرطة على الأقل. مسؤول في البيت الأبيض يعلن أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لن تنطلق ما لم تغير بيونغ يانغ نهجها جذريا. وسائل إعلام أمريكية تقول إن واشنطن تعتزم الكشف عن دليل يؤكد أن إيران هي التي تزود ميليشيات الحوثي في اليمن بالصواريخ والأسلحة. منظمة أطباء بلا حدود تكشف عن أرقام مفزعة لقتل أقلية الروهينجا المسلمة خلال الشهر الأول من الحملة العسكرية غربي ميانمار، وصلت إلى 6700 قتيل من الروهينجا، بما في ذلك 730 طفلا تقل أعمارهم عن 5 سنوات. نحو 200 دولة توقع على قرار للأمم المتحدة للقضاء على التلوث الناجم عن إلقاء مخلفات بلاستيكية في البحار والمحيطات، في خطوة تأمل بعض الوفود أن تمهد الطريق لمعاهدة ملزمة قانونياً.